شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع القرار حول الجمهورية العربية السورية المعروض علينا L39 أحادي وبعيد عما يجري في سوريا. نوافق أن الحالة في الجمهورية العربية السورية مزعجة للغاية والحالة الإنسانية تردت. نوافق تماما على أن المجتمع الدولي ممثل من الأمم المتحدة ينبغي أن يبذل قصارى في معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا. منذ بداية الأزمة إيران من خلال الصليب الأحمر تستمر في مساعدة السوريين المحتاجين، ومع ذلك بديهي سيد الرئيس أن هذه الأزمة هي الأثر والمشروع لا يتحدث عن الأسباب الأساسية الأطلاق. إنها حقيقة أساسية أن الإرهاب والتطرف العنيف هي الأسباب الأساسية للكارثة، وأن هذه هي القضية التي يجب على المجتمع الدولي أولا وقبل كل شيء أن يعالجها. الإرهابيون في سوريا يمرون من خلال الحدود المسامية أو تساعدهم بعض البلدان الأجنبية، مسؤولون عن الحالة الصعبة والكارثة الإنسانية الجارية. إنها لا حقيقة أكيدة أن عدد من المجموعات الإرهابية المسلحة مثل داعش وجبهة النصرة وجيش الفتح تسيطر على وتنشط في أجزاء بدولة صديقة لهذه المنظمة، واحتلال بعض المناطق الكثيفة بالسكان قد زاد من تأزم الوضع. عمل هذه المجموعات هو المصدر الأساسي لمعاناة المدنيين، ولا يزال تحديا كبيرا للعمليات الإنسانية. لقد بثوا الرعب والتخويف بين السكان الذين استخدموهم كدروع بشرية، وسيطرت على الأراضي من جانب هذه المجموعة الهوجاء يمثل تهديدا ويزيد من الأزمة الإنسانية، وهذا هو أساس المشكلة التي نواجهها في سوريا. وفي ظل هذه الحقيقة المرسية لدي سؤال على مقدمي مشروع القرار هذا. هذا السؤال يمكن أن نقدمه للسيد ممثل المملكة المتحدة الذي اتهم الآخرين بعدم محاربة الإرهابيين. ماذا عساهم أن يفعلوا لو أن مجموعة إرهابية احتلت أجزاء من بلادهم؟ هل يقومون بعمل عسكري لحسم الأزمة في سوريا؟ نحتاج إلى إنهاء الأنشطة الإرهابية، وفي نفس الوقت نستمر في جهودنا صوب عملية التسوية السورية محضة على أساس الحوار بين السوريين دون شروط مسبقة لإنهاء أعمال القتال وإرساء السلام والهدوء. وهذه الأعمال يجب أن تسير جنبا إلى جنب، ومشروع القرار هذا لا يتحدث على الإطلاق عن هذين العملين الضروريين، وبذلك سوف نصوت ضده. وأشكركم السيد الرئيس.